احتفلت وزارة الصحة باليوم العالمي لطب الأسرة الذي يوافق 19 من مايو من كل عام بهدف تسليط الضوء على أهمية الرعاية الصحية الأولية التي تلبي أغلب الاحتياجات الصحية طوال العمر من خلال دعم مراحل الطفولة والمراهقة والبلوغ ووضع إرشادات غذائية سليمة. كما يهدف الاحتفال إلى رصد عوامل الخطورة وتوفير اللقاحات ومحو الأمية، بالإضافة للإدارة والمتابعة ووصف الأدوية والوقاية. جاء الاحتفال بتعاون بين قطاع الرعاية الصحية والتمريض التابع للوزارة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي هيئات الأمم المتحدة. طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية للتغطية الصحية الشاملة، لأنه هو أول واحد بيقابل المريض، فزي ما بنسميه هو حارس البوابة الرئيسية للخدمات الصحية في أي مجتمع وفي أي دولة. فلو أسسنا الركيزة الأساسية ديت تأسيس جيد، ده إن شاء الله هيساعدنا في التغطية الصحية الشاملة، جودة التغطية الصحية وضمان استمرار الجودة إن شاء الله. الحقيقة إحنا عندنا منظومة الرعاية الصحية الأولية بتقوم بشكل أساسي على طبيب الأسرة، وده أساس أي منظومة صحية، هي منظومة الرعاية الصحية الأولية، وده اللي إحنا بنشهد الاهتمام بيه دلوقتي في إطار التوجه العام لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. إحنا النهاردة هدفنا من اليوم إن إحنا بنستعرض كافة أوجه النشاط المتعلقة بنشاط طب الأسرة، إيه الفرص وإيه التحديات اللي بتقابله، وفي نفس الوقت في سلسلة من المحاضرات العلمية في مختلف فروع طب الأسرة عشان رفع كفاءة طبيب الأسرة. العنصر الأساسي الإنساني أو الريسورسز الأساسية اللي موجودة في الرعاية الصحية الأولية دي هم البشر، اللي هو طبيب الأسرة، هو ده الحجر الأساس لقيام الرعاية الصحية الأولية. من هنا كان اهتمام كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالاعتراف بجميل وبالدور الرائع اللي بيلعبه طبيب الأسرة، اللي هو زي ما قلت لك الكورنر ستون أو حجر الأساس إنها تقف على رجلها عشان الاكتشاف المبكر، عشان العلاج أو الإحالة للحالات اللي هي بتبقى يدوبك 20% من الحالات، لكن 80% من الحالات لابد من إن يبقى في قدرة على علاجها في الرعاية الصحية الأولية.